طيب شيكابالا، شيكابالا طبعا لاعب كويس جدا ولاعب مهم جدا، اما بيركز شيكابالا بتبقى حاجه يعني، لانه هو ساحر يعني، ساحر في الملعب، رجليه الشمال وتحركاته والكلام ده، هو بس يشتغل على نفسه شويه في حته البدن شويه دي في السن بتاعه يعني شويه هيبقى برضو منقذ، لان ساعات بينزل نص ساعه ربع ساعه بيخلص اي مباراه صح زي ما شفته في الاخر، فده برضو مهم في تفكير المدرب لما بيكون عامل سيناريو. يعني انت لو بتدرب شيكابالا دلوقتي ما تلعبوش 90 دقيقه، تلعبه في اوقات معينه تستفيد أوقات منه، اوقات معينه بالنسبه لي ما تدلوش 90 دقيقه. لا لا لان الكره دلوقتي بقت انت عارف دلوقتي على دليل، بص الراجل كولر بتاع الاهلي الثلاثه النهارده ما عادش فيه سته وسته وثمانيه وثمانيه، الثلاثه ديفندرات، الثلاثه ديفندرات كان مروان و عطيه وحمدي فتحي، مروان عطيه وحمدي فتحي واليو ديانج، واليو ديانج ثلاثه ديفندرات صحيح بيتحرك، وكنت انا في مقوله قلتها معاك انت فاكر برضو من سنه حتى ناس قعدت تضحك، كنت بقول خير وسيله للهجوم الدفاع، خير وسيله، كان الاول خير وسيله للدفاع الهجوم، الهجوم اتغيرت دلوقتي اتغيرت صح، خير وسيله للهجوم الدفاع، الدفاع بمعنى الكلمه الناس مش فاكره الدفاع، الناس تقول لك ايه طرق اللعب 4 3 3 طريقه اللعب ليها هيكل بس هي بتتحدد حسب مكان الكوره. حلوه دي كوره في الوينج رايت صح، مين بيسند عليا صح، هيسند عليا الباك رايت، هينزل هيسند عليا الهاف اللي جنبي رقم 8 هيجي، هيسند عليا السنتر فيرويد طيب. وتتفرج الكلام ده في العالم بتلاقي ايه خماسيات الله 5 5 5 لان الملعب كله لازم يتقسم الى 20 مربع او 24 مربع. محاضره تدريبيه جميله كالعادة، شوفوا كلام الحلو يعني، حلو لما تبقى مدرب ناجح، حلو لما تبقى اكاديمي كمان بتشتغل بشكل علمي مش بس بتشتغل بشكل فيه خبرات، يعني دايما يقول لك المدرب لازم يكون عنده خبرات في الملعب كلاعب وكمدرب، بس تخيل بقى يبقى عندك خبرات كلاعب وكمدرب وتبقى اكاديمي كمان بتشتغل بشكل علمي، فالتوليفه دي بتعمل شغل عظيم جدا. الاسم اللي جاي هو كهربا، رايك فيه؟ كهربا لعيب كويس بصراحه، بس انا عاوزه يعني يهدف ملعب بصراحه عشان ما يزعل كهربا، يهدف الملعب، يهدف الملعب يعني كهربا كويس، يعمل حاجات الحاجات ردود الفعل دي برضو يعني الخارجيه والكلام ده اللي انت شفتها في الكابتن طاهر ابو زيد واللعيبه، انما هو لعيب موهوب وبعدين هو قناص يعني فرويد برضو، لان هو فرويد متحرك ده فرويد وهمي يعني كهربا فرويد وهمي مش سترايكر صريح، خدت بالك مش البوكس واقف بالنسبه له مستني الكره او بصير او الكلام ده، لا هو متحرك على جميع خط ال 18 ما تعرفش هو جاي لك منين. فلعيب كويس شادي الحق. امام عاشور، امام عاشور انا فاكره لما كان في المحله وفاكره لما راح حرس الحدود ولما رجع الزمالك، موضوع مهم جدا 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 الاعداد النفسي والاعداد الذهني للاعب، لازم برضو يكون في عمليه اتزان مهم جدا 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 للاعبين في الوقت دول، وليس الدكتور النفساني، خدت بالك ليس الدكتور النفساني، لا الاعداد الذهن والاعداد النفسي دي، انما هو برضو لاعب برضو متحرك يعمل لك 8 بيعملها كويس جدا صح صح، ويعمل مركز 8 يعمله صح كويس جدا صح يعني. طيب امام عاشور صفقه ناجحه للنادي الاهلي؟ فكرت؟ لا فكرت، عارف ليه؟ ليه؟ لان هيمشي تبع منظومه ما فيهاش كيل وقال، كيل وقال هيبقى يعني ممكن ياخد 5 ل 10 اللي هو المجري اللي بيطلع ده اللي بيروح المنيا يعني لو تقصد لو تجاوز او حصل او خرج عن النص، ما هو ده الوضع. تحس حتى كل لاعب بيجي لك يبقى بمنتمي بحاجه معينه صحيح، خدت بالك؟ فهي انت برضو النادي المصري مستر كامل تفكير بالنسبه له اوروبي، عاوز يعمل النظام ده، عاوز يزرع هذا النظام في اللاعبين الصغيرين من تحت، لان خلي بالك انا لما اشتغلت في قطاع الناشئين ده 3 سنين عندي لاعيبه موهوبه جدا جدا، خلي بالك بس السنه اللي فاتت اتاخد مني قطاع البراعم عادي، لان كنت حافظ اللعيبه دي ومربيها وكنت بطلعهم دورات او الكلام ده، فاتاخد مني مجموعه وكان ابني بيساعدني حتى الطلب مني اللي هو مثلا يبقى مش موجود السنه اللي فاتت والكلام ده، وحتى السنه دي انا غير مستر كامل قبل ما يكلمني كان شارف انا تم اختاري او كان هيتم سوف يتم اختاري في شهر 4 بان عقدي ينتهي بنهايه موسم اللي هو بتاع الناشئين، فسبحان الله ما حدش عارف الارزاق بتجيلك منين صح، حاجتين طيب في الحياه الرزق والموت، محدش عارف يعني دي حاجه طبعًا بتاعت ربنا يعني طبعًا الحمد لله.
كل حاجه بتاعت ربنا. الحمد لله، كل الحمد حاجه لله. الحمد لله على كل شيء. مارسيل كولر مدير فني للنادي الاهلي، حاجه كويسه جدا بصراحه، مدرب كويس، والشغل بتاعه ده اللي انا شفته في الملعب، حتى في الماتش، حتى المجموعه اللي فاتت كان في توازن بين مجموعه من الشباب بتاعت المنتخب الاولمبي، لان عندهم لعيب هيبقى كويس جدا اسمه اللي في نص الملعب، اسمه اوكا ولا كوكا، كوكا احمد نبيل كوكا، هيبقى حاجه عاليه قوي، هيبقى حاجه عاليه قوي قوي. والباك ليفت كريم اللي هو كريم الدبيسي، هيبقى لعيب كويس جدا. والاسول القندوس، ولا اللي هو كان اللاعب الاجنبي لا كريستو هيبقى لعيب كويس، هيبقى لعيب كويس بصراحه. انت شفتهم في الملعب؟ لا شفتهم، لان هم برضو في حاجه نفس الشغل بتاع الفريق الاول، نفس الشغل. انا المباراه كانت بصراحه، يعني انا هقول لك على حاجه كمدرب ويجوز حد من النادي الاهلي، قلت لهم دي لعيبه خلي بالك عندهم طاقه ولاعيبه كويسه، بس اقول لكم كلمتين في التايم، واللعيبه تشهد بذات الكلام. قلت لهم الفرقه دي انا هتقع اخر ثلث ساعه، وانا اخر ثلث ساعه مضيع ثلاث اربع فرص اجوان فعلق الجول. ليه بقى؟ لان ما عندهمش لياقه المباريات. الراجل برضو بيديهم حته بالك، لان البدني في التدريب غير لياقه المباراه، غير اللياقه في المباراه. فانت قدام الاهلي قلت لهم المباراه الاخيره في الدوري، لعيبه عندها حماس، عندها دوافع، جيرت كتير جدا في الملعب، خدت بالك؟ الوضع يختلف، بتلعب فرقه كبيره زي النادي المصري، إيه بالنسبه لك نادي كبير، فاللعيبه فجينا في الاخر حتى تحس ان لنا ثلاث اربع فرص في اخر ربع ساعه. يعني علو لطفي حضرتك شايف ان هو بينتقل، كان متفوق على نفسه في هذه المباراه، وهم في نفس الوقت لهم برضو بعض الفرص. دي هي من المباراه اهي، مباراه المصري والاهلي. يعني انت شايف دي من المصري لعب مباراه كويسه، لعب مباراه كويسه جدا. المباراه كانت لطيفه، يعني مباراه نهايه موسم، ما كانتش مباراه ممله وتزهق، وفي نفس الوقت مش مباراه كانت حماسيه قوي. لعبنا كوره، وفي نفس الوقت كنت عاوز انهي الموسم بحاجه كويسه، صح، على اساس ما بقاش انت خارج مثلا بالنسبه لك مهزوم، طيب مفيش حد بيحب مثلا يتهزم، صح، فكنت عاوز انهي المباراه بحاجه كويسه، صح، نتيجه ايجابيه، ولو تعادل مع الاهلي هتبقى نتيجه كويسه.